حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. حرمتني من ابني، كنت على طول قاعدين، يا ابني كان دايما عندها وقاعد معاها، حرمتني منه فجأة. حسب الله ونعم الوكيل، فيت يا سكر ياخد لي حق منك. حسب الله ونعم الوكيل، فيت يا سكر وعايزة حق من سكر. انا ما عملتش فيها اي حاجة. حسب الله ونعم الوكيل، فيها زمان حرمتني منك يا مصطفى يا ابني يا حبيبي. مساء الخير متابعي موقع بصراحة، معاكم أسماء مصطفى مراسلة محافظة الشرقية، موجودين مع حضراتكم تحديدا من قرية الخلوة الشعراوي التابعة لمركز منيا القمح. للأسف القرية هنا حصل فيها حادث مأساوي جدا. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصى على سابع جار، لكن الحالة اللي حضراتكم هتشوفوها معانا غير كده تماما. الجارة قتلت ابن جارتها وقتلته بطريقة بشعة، بعد ما قتلته حطته في شوال واخدته وخنقته ورمته جنب الترعة. مصطفى عنده سنتين او يمكن كمان ما كملش السنتين، وكانت مامة مصطفى مدية الامان لجارتها، كان مصطفى بيحبها وبيروح يقعد معاها لانها لسه ما اتجوزتش وكانت معتبراه زي ابنها، لكن للأسف الجارة هنا خانت جارتها وقتلت مصطفى. احنا موجودين مع اسرة مصطفى، هنقدم واجب العزاء ونشوف طلباتهم ايه. البقاء لله يا فندم، يعني احكوا لنا ايه اللي حصل كده، ربنا يصبرك يا رب. قولي لي ايه اللي حصل، يعني انت عرفتي ازاي ومين بلغك الواقعه؟ كنت فين ساعتها؟ كنت في المنيا بشتري طلبات العقيقه بتاعت مصطفى الله يرحمه، عشان اعمل له العقيقه بتاعته وافرح بيه. منها لله سكر خليته من حضني، اتصل عليا قالوا لي ان ابنك تاه ومحناش لاقيينه. طلعت انا وابو نجري وجينا، لقينا عمامه كلها في البحر وتدور والبلد كلها بتدور، ولقيت دي قاعده قدام بتاع عمامه تمسح وقاعده تشرب شاي. طب اشمعنى انت ما بتدوريش؟ واخر لحظه كان معاها هي مع سكر. انت كان اليوم ده المفروض هتعملي عقيقه مصطفى؟ ايوه كنت هذبح له واعمل له العقيقه بتاعته اليوم اللي توفى فيه، اللي قتلته فيه. لا انا كنت رايح اشتري الطلبات وبعدين كنت هعملها له في نفس الاسبوع. كنت اطبخ له واعملها له، خلاص عزمنا كل الناس على نطبخ له الجمعه. انت علاقتك بجارتك دي ايه؟ يعني ليه تعمل في طفل كده لسه سنه ونص ولا سنتين؟ ايه الجبروت اللي هي عملته في الطفل ده؟ ايه اللي بينها وبينك ان هي تعمل في الطفل كده؟ قلبها منزوع منه الرحمه، مش بينه وبينها اي حاجه، مفيش اي مشاكل، مفيش اي. طب عملت في الطفل كده ليه؟ سالوها. احنا شايفين الطفل صغير، يعني ايه ذنبه ده يموت بالطريقه دي؟ ليه عملت كده؟ سالوها، قالوا تسافر لمنزوع من الرحمة. كنت بتتعاملي معاها ازاي؟ عادي. كانت بتيجي عندك هنا في البيت؟ احنا ما بنروحش بيت بعض، ولا انا كنت بروح عندها في الشارع عادي. بس مصطفى بيروح لها؟ مصطفى دايما معاها، دايما معاها. هي مش متجوزة ولا مخلفة؟ لا. جارتكم هنا بقالها كتير في البلد، يعني بقالها كتير قاعدة هنا؟ ايوه هي عايشة اصلا، هي من هنا. كانت بتتعامل طبيعي مع الولاد الصغيرين مع كل الناس؟ لعبهم لو لقت عيل وجع بتشيل، بس دايما عامله مشكلة في الشارع كله. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يا رب يصبرك يا رب. لسه مستمرين مع حضراتكم، معانا والد مصطفى، وطبعا يعني حالة مامة مصطفى ربنا يصبرها، ابنها الوحيد طبعا متوفى بالطريقة البشعة دي. بقاء لله يا فندم. مين اللي بلغك الخبر؟ اللي بلغني الخبر دي زوجتي. انت كنت فين ساعتها بقى؟ في المنيا مع عم بنجيب الهدايا بتاعته والطلبات. انتوا نزلتوا تجيبوا حاجات العقيقه وسبتوه معاها، متعودين ان انتوا كنتوا تسيبوه معاها؟ انا سبته مع امي تحت. مع مامتك انت؟ اي مع مامتي انا. اه. فرحنا بقى واتصلوا بينا من هناك قالوا مصطفى تاه. تاه؟ اه مصطفى تاه. فابننا ما بيطلعش الكوبري دول. ما بيطلعش اخره، بيجيب حاجه من الدكان اللي هناك دول. وقعد فرح. فبقى مدور لقيت عمامه هنا والدنيا معلومه هنا. من انا هو. هم شكوا في سكر دي. طب ليه بقى شكيتوا فيها؟ اهو احنا وانا نازل انا وامه، وانا نازل انا وامه جنبها، يعني شكوا فيها. اخر حاجه قاعد معاها هو سكر. يعني بكون قاعد معاها، مفيش حد قاعد معاها سكر. طلعت لقاها شايله شنطه على دماغها، والواد مش في الشارع على بعض، هشك في مين؟ يعني هي طلعت من البيت شايله شنطه، شايله الشنطه على راسها اللي هي فيها، اللي هي فيها مصطفى، فيها مصطفى او الشوال. حطها في الشوال في الشنطه، الشوال في الشنطه.
والناس شافوها في الشارع، كل الناس شافوها، مش في الشنطه والشمرات شايفاها، بس مش متوقعين ان ده يحصل، مش متوقعين ان ده يحصل في مصر. انا لما صرخت وقلت سكر اللي جت لابني كلهم ستتوني، قولوا ما تعملهاش، هي تتخانق تمسك سبيتش بس ما تعملش كده، لان ما فعلا الحقد، ما الحقد موت، ما يوصلش للدرجه دي، موت. ما فيش يهودي يعمل كده، والله ما في يهودي يعمل كده، يحرم طفل زي من ابوه. كنت برسم له حلم، برسم له حلم وما حققتوش. حسبي الله ونعم الوكيل. انا عايز اعدمها في اسرع وقت، ما ينفعش قلبي يبقى مولع نار وهم كده وعمامه. اخر مره شفت مصطفى وانت خارج قال لك ايه وانت قلت له ايه؟ انا حلقت له مسرح له وماشي، جه طلع لعمه، عمه المربيه. كنتوا بتستعدوا للعقيق؟ أيوة، انت حلقت له وبتستعدوا للعقيق؟ انا كل ما امشي يوحشني، يعني كل ما امشي شويه يوحشني، ارجع له تاني. لا قوه الا بالله، كان قلبك حاسس؟ شفتش الا يومين، يا دوبك حلقت له عشان يروح عريس الجنه. الحمد لله يا رب. اخر مره شفت مصطفى قال لك ايه مديم؟ اخر مره اشتري لي بيضه عملتها له، عمره ما عملها، عمره عملتها له وجابها وسابني وبابا طلع لبابا، بابا ده اللي هو عمه اللي هو حضرتك هو ما يعرفش هو هو ده. ربنا يصبرك يا رب، يعني ربنا يصبرك. حسب الله ونعم الوكيل. بنتي السكر حرمتني مني، انا اتبنيت على 3 بنات وهي حرمتني من فرحه عمري. ان شاء الله حقك يرجع لك باذن الله. امتى؟ انا عايزاه تتشنك في اسرع وقت. امتى؟ انا هتجنن خلاص، انا انت بجري في الشارع وبجري في الطريق، انا هبلت. امتى هيشنقوها؟ امتى؟ احنا في بلد عدل وفي بلد قصاص، وان شاء الله حقك يرجع لك باذن الله. انا مش عايز غير العدل ان شاء الله، انا مش عايز غير العدل، بس يحقوها، يموتوها بكره قبل النهارده. انا خلاص الواحد خلاص ما عادش شايف يمشي، حياتي اتدمرت، انا حياتي باظت خالص. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. بما ان انت بقى عم مصطفى، قول لي اول ما عرفته الخبر، قبل ما تعرفوا ان هو توفى او عملت فيه كده وعرفت ان هو تايه الله يرحمه، اتعاملتوا ازاي؟ طلعتوا تدوروا عليه في البلد بقى؟ يعني كنت في الساعه دي كنت نايم فوق، فلما مصطفى طلع لي لقاني نايم، قاعد يسال عليا، فدخلني برضو ما صدقش ان انا نايم، دخل بص عليا ونزل. نزل راح يجيب حاجه من المحل اللي هو على الكوبري برضو. مرات عمه اللي هي مراتي كان معاه بنتها على كتفها، وراحت جابته من المحل ورجعت بيه، كان سكر قاعده بره قدام البيت. سابته على ما طلعت لي فوق، خد الطلب ونزلت، مفيش 5 دقايق نزلت لقت سكر قفل البوابه وعلى دماغها شنطه وطلع بقى الكوبري. سألتها فين الولا؟ قالت لها ما شفتوش. فلما جبنا كاميرا الفيديو لقيناها برضه ماشيه بالشنطه. فدي بعد ما احنا دورنا في البحر وقلبنا البلد شكيتوا بقى، شكينا قصه فيها شنطه وهو كان قاعد جنب سكر. طيب يعني انا برضه يعني معلش ان هي تعمل في الولد كده، يمكن التعليقات معانا هنا بيقولوا ممكن يكون ان هي بتنتقم من حد فيكم، في حد مثلا. لا لا لا. هي حتى لو كان في مشاكل بينها وبينكم، ما فيش دين ولا قانون يقول ان هي تنتقم في الولد الصغير. الاختلافات اللي ما بيننا ان ما يعني ما ينفعش انها تعمل كده. يعني اختلافاته راحت لحلقه الكلام دي من 2.5 3 سنين وعاديه، يعني مش اختلافات. عملت معاه مشكله ومثلا الحريم ما رضيوش ان انا خلوني اتخانق معاها، فهم اتدخلوا اتخانقوا معاها، عملت فيا محضر من حضرتك صح؟ ان انا اتهجمت عليها وبتاع وبعدت مراتي، عملت في اخوها محضر. حتى ايا كان المشاكل ما ينفعش ان هي تنتقم بالطريقه دي. ما اصطلحوا، وهي لو عايزه، لو هي عايزه تنتقم من اللي عمل فيها محضر، يعني من الولد الصغير انت مالكيش ذنب، عنده عياله تنتقم مني انا ليه؟ انا عايزه اعرف دي طلباتك ايه يا مدام النهارده؟ انا عارفه ان انت مهما نقول لك شد حيلك ومهما نقول لك ربنا معاكي، محدش هيحس بيكي غير نفسك انت، عشان انت اللي شايله النار كلها، وده ابنك انت، ومفيش حاجه هتعوضك. انا حتى لو شربت مش هتعوضني، حتى لو هي شربت هي خلاص، هو ابني راح، بس قالت بره ناري بقى، عايزه القصاص العادل طبعا. وقبل ما تتشرج يقطعوا له ايديها وهي حيه، اللي خنقت بقى طفل بريء صغير وعملت في العمله دي وحرقت قلب امه عليه، ما كل ابني سابين بين ايديا ووجه ما لقاهوش، ما شفتوش خالص. طلبتك ايه يا فندم وانت والد مصطفى العادل وابنك الوحيد، اول فرحتك او يعني يوم العقيقه؟ قصص العادل النهارده قبل بكره كده، العادل انا عايز نار تبرد انا وامه ان شاء الله باذن الله. يعني زي ما حضراتكم، قول حضرتك طلباتك ايه وانت عمه كان مرتبط بيك. احنا طلباتنا ان احنا بنطلب بالقصاص، ان هي تتعدم فورا، لان هو مات ويعني يعتبر خد الفرحه معاه.
ربنا يا رب يرحمه، وان شاء الله هو عصفور في الجنه باذن الله. يعني ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. يعني شايفه العيال الصغيره ان هي ما تعرفش حاجه، كلهم بتسال عليه. يعني بيتمنى ان هو يرجع. يعني بنقول لهم ايه يعني؟ يا رب يرحمه، يرجع تاني. يعني زي ما حضراتكم شايفين دي صوره مصطفى. مصطفى قتلته جارته هنا، يعني قتلته بطريقه بشعه، خنقته وحطته في كيس او حطته في الشوال ورميته جنب الترعه. ليه كل ده؟ بسبب الغيره او التحريات لغايه دلوقتي لسه شغاله، يعني عشان نعرف ليه عملت في الولد الصغير ده كده. ولد لسه ما كملش سنتين يوم عقيقته، كان ابوه وامه فرحانين بيه ونازلين يشتروا حاجات العقيقه، لكن للاسف اتفاجئوا بوفاته. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له يا رب. مصطفى كل طلباتهم هنا القصاص العادل. شكرا لحسن المتابعه. كنت معاكم أسماء مصطفى مراسلة محافظة الشرقية من موقع بصراحة.